السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. النهاردة إن شاء الله يا جماعة الوصفة بتاعتنا هتبقى مميزة. يعني إيه؟ يعني بإذن الله هتنزل معاكي الدهون وتنزل معاكي حتى لو في مية في جسمك، هتنزل معاكي الوزن بطريقة كويسة جدا، خصوصا يا جماعة الأوزان اللي هي زايدة شوية فوق المية كيلو، بإذن الله هتنزل بطريقة سريعة على الوصفة بتاعتنا ديت. أهم حاجة تابعوا معايا الوصفة كويس وتابعها مظبوط علشان إن شاء الله تجيب معاكم نتيجة كويسة. أهم حاجة تعملوها بالطريقة المظبوطة اللي إحنا إن شاء الله هنعملها معاكم دي. يلا كده يا بنات نسمي الله ونضغط لايك، عايزاكم تضغطوا كتير أوي لايك في الفيديو، ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. ولو عجبكم بإذن الله شيروها علشان ناس كتير تستفاد من الوصفة بتاعتنا دي، لأن فعلا يا جماعة بجد بجد الوصفة بتاعتنا ممتازة جدا وهتجيب معاك نتيجة كويسة. وصفتنا النهارده يا بنات ان شاء الله هتبقى عباره عن عشبه الكزبره دي. في اي بلد تانية ممكن بيسموها عشبه الكزبره، تمام؟ علشان لو في ناس منكم ولا حاجه بتشوف الفيديو بتاعي تعرف يعني ايه هي عشبه الكزبره، عشان التعليقات اللي بتيجي يعني ايه عشبه الكزبره، اسمها عشبه الكزبره يا جماعه في اي بلد تاني. ديت العشبه دي كويسه جدا في نزول الوزن، يعني انت مثلا لو انت وزنك فوق ال 100 كيلو ما تقلقيش خالص، الوصفه ديت ان شاء الله هتعمل معاكي مفعول كويس. طبعا احنا مش هنكتفي بس بالعشبه ديت، لا احنا ان شاء الله هنحط عليها مكونات تانية علشان الناس ما تقولش ده كزبره ونقوم قافلين الفيديو وما نستفادش من الفيديو، لا هيبقى فيها معاها مكونين اتنين تانيين، والمكونين دولت ده ان شاء الله هيحرقوا معاكي الدهون بطريقه كويسه جدا. يمكن انت اول مره تشوفي معايا الوصفه ديت، بس عن تجربه يا جماعه فعلا ناس كتير جربتها وجابت معاها نتيجه كويسه جدا، علشان كده انا طلعت اقولها لكم النهارده باذن الله علشان اي بنت محتاجاها باذن الله هتعمل معاها مفعول كويس. الكزبره دي يا بنات دي يعني يعتبر فيها كل الفيتامينات، فيها اول حاجه فيتامين سي، خلاف كده كمان ان هي فيها حديد وبوتاسيوم ومغنيسيوم، غير كده كمان ان هي يعتبر غنيه بالالياف، على اساس كده ان هي يعني بتحسسك بالشبع طول اليوم، اما بتاخدي الكوبايه ده بتسد شهيتك عن الاكل ما بتخليكيش تاكلي كتير، خلاف كده وكده كمان ان هي بتريح القولون وبتريح المعده معاك. في ميزه تانية كمان للعشبه ديت، العشبه دي يا جماعه يعتبر معجزه واحنا مش عارفين قيمتها ازاي. اول حاجه كمان بتخلي لو احنا جسمنا زايد، اما يكون جسمنا ده بيبقى معبي ميه، ده بتنزل كل الميه اللي بتبقى في جسمنا، يعني لو احنا جسمنا مثلا في ميه ولا حاجه دي بتنزل الميه الزايده اللي في جسمنا، وكمان بتنزل الاملاح، يعني معنى كده ان هي فعلا صحيه جدا، ده بتنقي الجسم من السموم اللي فيه. المهم عندي يا جماعه ان انتوا ان شاء الله تستخدموها بالطريقه الصح، يعني ان شاء الله انا هغليها، هغلي معلقه واحده بس، معلقه على كوبايه ميه ان شاء الله، وهنضيف عليها مكونين اتنين كمان، ده هيحرق معاك الدهون بطريقه كويسه جدا. ده كده يا جماعه معايا كوبايتين ميه، هما دوت ان شاء الله اللي انا هستعملهم طول اليوم، كوبايتين الميه ده على اساس كده انا مجهزه المج دوت على اساس ان انا ان شاء الله هعمل هنزل فيه الوصفه، بس الوصفه الاول محتاجه ان هي تتغلي. دي معلقه شاي صغيره، فانا ان شاء الله هعمل بها 3 معالق، لان المفروض يكون معلقه كبيره. هنعمل 3 معالق يا جماعه زي ما انتم شايفين كده بالكوبايه بمعلقه الشاي الصغيره. دلوقتي بقى بعد ما حطيتها وقلبتها بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده، هسيبها على النار تغلي حوالي 5 أو 10 دقائق، يعني على قد ما تقدري تغليها اغلي، بس المهم ما يكونش اقل من 5 دقائق عشان اقدر استفيد من كل العناصر اللي موجوده في قلب العشبه دي. المهم عندي ان هي تكون متغطيه بحاجه زي دي كده، وان شاء الله احطها على النار بقى. ده كده بقى يا جماعه الوصفه بعد ما حطيتها على النار حوالي 5 دقائق، لو انت حابه تعملها اكتر من كده ماشي، بس المهم عندي ما يكونش اقل من 5 دقائق وتكون متغطيه زي ما انتم شايفين كده. يمكن انتوا لو ملاحظين كميه البخار دي انا مش عايزاها تتبخر. اي عشبه انتوا بتغلوها على النار حاولوا ان انتوا تغطوها على اساس ان هي الفايده كلها في البخار اللي هو بيطلع ده، فانا مش عايزاها تتبخر لان انا عايزه احتفظ بالزيوت الطياره، لان يعتبر الزيوت الطياره دي يا جماعه هي فيها الفايده كلها، تمام؟ فعشان كده انا غطيتها بعد ما تبرد خالص هقوم شايلاها، لان شايفين البخار ده انا عايزه كده انزله، مش عايزه ان هو يطير. وهو بقى مقفول كده. في مكون بقى تاني ان شاء الله، ده يا جماعه الكمون. الكمون ده يا جماعه ده كمون خشن او كمون حصى، طبعا كلنا عارفينه. ده انا هحتاج منه معلقه واحده بس مش اكتر من معلقه الشاي. المهم عندي يا جماعه زي ما قلت لكم بيكون حصى، فانا كده يعني هشيل بس، والبخار اللي هو ينزل ده حاول ان انت تنزليه تاني. هحط كده معلقه الكمون، لان الكمون ما ينفعش ان هو يتغلي.
خلي بالكم يا جماعه الكمون ما ينفعش ان انا اغليه بعد ما غليت الكزبره ونزلتها من على النار وسبتها كده ترتاح حوالي 5 دقايق، برجع احط معلقه الكمون علشان ابقى ماشيه صح معاكم وبجاوب على كل الاسئله اللي هي ممكن تتسال كده. تمام، انت بقى براحتك، حابه ان انت تضعفي الكميه ماشي، مش حابه تضعفيها وحابه تعملي يدوبك على قد اليوم بيومه خلاص ماشي. انا ان شاء الله يا جماعه هاخد الكوبايتين دول اللي انت شايفينهم دولت، ده بس على قد اليوم. مش عايزاكم يا جماعه تزودوا كميه الكمون علشان ما تجيبش معاكم نتيجه عكسيه، لان كتر الاعشاب ده ممكن لا قدر الله تقلب معاك بنتيجه عكسيه. امشوا على المقادير صح علشان ان شاء الله تجيب معاكي نتيجه كويسه. والكمون يا جماعه لتاني مره بقوله لكم ما يكونش ناعم، لازم يكون حصى وما بيتغلاش على النار، اللي هيتغلى بس ايه الكزبره الناشفه اللي انتوا شايفينها دي. تمام، وهسيبها متغطيه كده زي ما قلت لكم علشان مش عايزه البخار يتبخر، انا ان شاء الله هستفيد من البخار بتاعه ده. ده كده يعتبر خلاص الوصفه بتاعتنا خلصت، ما عدا بس مكون واحد بس ما ينفعش ان انا احطه والميه سخنه قوي. ان شاء الله اما الميه تبرد شويه، يعني هستنى كده حوالي 10 دقايق على المكونات بتاعتنا دي والميه دي تدفى شويه واقوم حط عليها المكون التالت. مش عايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان الوصفه دي فعلا هتنزل الوزن معاكي يعني بطريقه رهيبه. مش عايزه ابالغ قوي او ازود في العدد الكيلوهات اللي ممكن تنزل منك، بس انا اقدر اقول لك خلال شهر واحد ان ممكن ينزل منك حوالي 20 كيلو. تمام، علشان بس يعني ايه مش عايزه اطلع قوي يعني العدد قوي، لان ده ممكن يزيد عن كده كمان. يعني انا كده بديك اقل حاجه علشان ما حدش يقول ده انت بتبالغ في الوصفه وكده، لا. ليه السبب بقى؟ لان خلي بالكم يا جماعه الاوزان اللي هي الكبيره ده بتنزل بسرعه، يعني ممكن تقلل الوزن بسرعه، وان شاء الله الوصفه ديت هتبين عليك الوزن وانت هتحسيبه ان انت فعلا وزنك بيقل واحده بواحده. وخدوا بالكم كمان يا جماعه، خلي بالكم الناس اللي هي بتبقى يعني وزنها شايل قوي او الوزن اللي هما بتاعهم بيبقى شايل قوي، ده بيبقى معظمه ميه ودهون، فبالتالي الوصفه ديت يعني اعتبر هي دي مخصصه لهم، لان دي اول حاجه بتنزل معاكي، بتنزل الميه، بتنزل كميه الدهون، بتسد الشهيه. يعني ما شاء الله اللي اصحاب الوزن اللي هو العالي قوي ده خلي بالكم في النزول هيبقى اسرع. ده كده يا جماعه بقى الوصفه جهزت معايا هي. انا بس عشان حابه ان انا انهي الفيديو معاكم، يعتبر هي لسه سخنه شويه، انت بقى طبعا مش زي هتقعدها عندك لغايه ما تبرد خالص وبعد كده ان شاء الله هتستعملي. يعني انت كل ما تقعدها اكتر في المكونين دولت كل ما ان شاء الله النتيجه تبقى افيد واحسن معاك. انا دلوقتي هصفي الوصفه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين اللون بتاعها، يعني يعتبر هي عامله زي الحلبه بالظبط، يدوبك على قد المج، لان المج دوت بياخد كوبايتين. فان شاء الله زي ما انتم شايفين. برضه هقول لكم هتتاخد قبل الاكل او بعد الاكل، كل الكلام ده ان شاء الله يا جماعه انا هقوله لكم. ده بقى كده يا جماعه زي ما انتم شايفين اللون بتاعها ما شاء الله، نزلت كل الفايده اللي فيها خصوصا الكمون. الكمون يا جماعه ده كويس جدا، يعني اهم حاجه كمان الكمون في الوصفه، لان الكمون بيساعد على حرق الدهون بطريقه كويسه جدا. تالت مكون بقى معايا الليمون. ده بقى يا جماعه يعتبر تالت مكون معايا اللي هو الليمون. الليمون ده ان شاء الله هحطه على الكمون والكزبره كده بعد ما يطفي خالص، لازم يكون دافين خالص لما نحط عليهم الليمون، لان ما ينفعش احط الليمون والميه والمكون ده سخن معايا. لو انت بتحضروا كوبايه ولا حاجه ده ممكن ان انت تحط عليها نص ليمون، انما ده عشان كوبايتين فانا ان شاء الله هحط ليمونه كامله. ده كده يا جماعه يعتبر الوصفه جاهزه معايا على حسب رغبتك بقى. هي بعد ما تحط الليمون بتهيألي ان هو كمان لونها فتح شويه. ده كده يا جماعه بقى الوصفه بتاعتنا دي اصبحت جاهزه معايا. طيب هناخدها امتى؟ هناخدها مرتين اتنين بس في اليوم. امتى بقى؟ هناخدها مره بعد الغدا بنص ساعه ومره بعد العشاء برده بنص ساعه. المهم عندي ان احنا ان شاء الله ناخدها مرتين اتنين في اليوم، وشوف النتيجه بقى بعدها وباذن الله هتكتبي لي في الكومنتات وهتقولي لي فعلا ان في فرق. اما الفطار بقى يا جماعه يعني على الصبح كده على الريق مش هناخد الكوبايه دي خالص، هنعمل ايه؟ نكتفي بكوبايه ميه دافيه مع ليمونه، دي احسن حاجه تاخديها قبل الفطار. ممكن كمان لو انت مش عايزه تشربها كده ميه بليمون على الريق، ممكن تحطي عليها نص معلقه عسل ابيض. العسل ده يا جماعه كويس جدا، ده بقى بيزود معدل الحرق. تمام، دي بقى يا جماعه كانت الوصفه بتاعتنا وقلت لكم على كل التفاصيل بتاعتها ان شاء الله، بس يا ريت تاخدها بالطريقه المظبوطه اللي احنا قلنا عليها ديت، وان شاء الله هتنزل معاكي الوزن بطريقه كويسه جدا.
خلي بالكم يا جماعه الاعشاب دي كويسه جدا في نزول الوزن، يعني يعتبر كل الخلطات اللي هي بالاعشاب دي يا جماعه ده كويسه جدا، واقدر اقول لك كمان ان هي احسن من الوصفات بتاعت الدكاتره كمان اللي هم ممكن يوصفوها لك، سواء حبوب سواء شراب سواء اي حاجه. صدقوني يا جماعه التخسيس بالاعشاب ده احسن حاجه وافضل حاجه انت ممكن تعمليه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم بقى باذن الله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو يا جماعه علشان ان شاء الله الفيديو يكبر بيكم وينتشر بيكم باذن الله، والقناه كمان تعلى بيكم، شيروا الوصفه بتاعتنا ان شاء الله علشان ناس كتير تستفيد منها، لان هي فعلا تستحق ان هي تتشير وناس كتير تعرفها يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.